مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، برنامج تسلم غير حياتنا في كل مكان. طبعا تحية طيبة نقدمها لكم أنا وزميلي أحمد. هاليوم شلونك أحمد؟ شلونك إن شاء الله زينة. رجعت هاليوم انضميت إلى زميلي أحمد، وهاليوم رح نشوف فقراتنا من الفيسبوك، رح نتعرف على ناس جداد، وهمينا رح نطرح عليكم السؤال. أكيد مساء الخير مشاهدينا الكرام، إن شاء الله خلال حلقة اليوم راح نشاهد انضمام الكثير من الشباب والبنات، وأيضا انضمام أحد الفنانين العراقيين إلى حملة دسلة. إذن إحنا مستمرين في حملة دوسلها، حيث سنتعرف على عراقيين انضموا إلى الحملة، كما نتابع بعض من الفيديوهات التي وصلتنا من الجمهور العراقي. هاليوم راح أذكركم مشاهدينا بإرسال فيديوهات متنوعة ضمن فقرات ضمن فقراتنا، وهاليوم راح نستقبل في فيديو صور فيديوهات الصور خصوصا راح تكون مصورة إلى برنامج دوسلها. تظهر مهاراتكم في ركوب الدراجات، وأيضا قد تضم مواقف طريفة. أكيد خلال حلقة اليوم راح نشاهد العديد من الفيديوهات، من عدها طريفة ومنها فيديوهات اللي هي مهارات لأحد الشباب. بما أنه كثير الناس يعني حبوا الحملة وظلوا يتواصلون ويانا عبر صفحتنا، صفحة قناة الشرقية على الفيسبوك، بعثونا بعض الصور وبعض الفيديوهات. وايضا بما انه كثير من الشباب يريدون ياخذون بايسكلات ولحد الان ما حصلوا على بايسكلات، سوينا عده مسابقات خلال حملتنا. مثلا عندنا مسابقه المعلومات، ظلينا كل حلقه ننزل لكم سؤال، ومن خلال السؤال راح هم يعني يدزون اجوبتهم على صفحتنا طبعا على الفيسبوك، وبعدها راح نرقم الاجوباتهم حتى القرعه تختاروا احد منعتهم يحصل على بايسكل. سؤال حلقه اليوم خلي اذكرهم به، ما ذكرهم به هو بعد ما قايل يعني. سؤال حلقة اليوم يقول لك كم دراجة تصنع في العام الواحد؟ يعني كم دراجة تصنع في العام حول العالم؟ طبعا الدراجات تصنع في كل مكان بأعداد كثيرة، فكم هو عدد الدراجات التي تصنع عالميا أو في كل عام، خلينا نقول في كل حول عام العالم؟ حول العالم. السؤال موجود أسفل الشاشة، واحنا ننتظر أجوبتكم على صفحتنا، صفحة قناة الشرقية على الفيسبوك. عرفت الجواب؟ عرفتي الجواب مال سؤال لو لا؟ لا بعدني ما عرفت، انا منتظر انك تقول لي. يا ريت شوية مخرجنا علاوي يساعدنا شوية بالجواب، حتى شوي نساعد العالم، لانه ترى اكو ناس ما تعرف الجواب، ساعدونا بالجواب زين. احمد شنو رايك انه احنا لحد ما اصدقائنا والمشاركين انهم يتعرفون على الاجوبه، راح نعطيكم احد مفاجات حلقتنا لليوم. بدايه راح تكون لقائنا مع الفنان القدير الفنان حسين نعمه اللي راح ينضم الى حمله دوس الهويه الشرقيه، وحدثنا عن رايه في استخدام البايسكل وحبه لهذه التجربه، بالاضافه الى شخص ثاني همينا شاركنا في هذا اللقاء. ابن اخوه اعتقد، او سوري ابن ابنه. لا تغشش، خلينا نشوف لقائنا ويا الفنان القدير حسين نعمه. تعال نشوف. انا ويا النفس من ناخذ عهود حود، اقول اتجلد وهل بتعوفك؟ أنا ويا النفس من ناخذ عهود. دوسلها هو برنامج مفرح، أنا من خلال زياراتي إلى أوروبا شاهدت أنه يمكن أكثر من 90% من الأوروبيين اللي هم ناس حضاريين يستخدمون الدراجة الهوائية،
وحتى اكو من قال لي انه انت فنان يعني يعتقد ان هذه مال زعاطيط او هاي الحركه هي بالعكس هاي قمه الثقافه والحضاره والصحه. جعل الكون مريتي جعل الكون ويا نعيمه يا نعيمه مريتي جعل الكون مريتي جعل الكون ويا نعيمه يا نعيمه اها ليشتي وفيت ريتك بالعيب عيوني. كل العراقيين يعانون من أزمة الازدحام المركبات والسير، وفعلا يعني أنا صدقني قبل ما تجون أنتم إلي هسه منطقتي وينبيتي أنا كنت مقرر يعني قبل فترة أني أخذ بايسكل، لأن يعني أنا يوميا أطلع مشي أعبر أكو جسر خشبي منها أنت تعرف هذا اللي جسر المشات وأرجع على جسر النصر بين يوم ويوم، وهذه أنا محافظ على صحتي وعلى لياقتي البدنية. فالرياضة هي أنا في رأيي حتى تزغر الإنسان تطيع عمر يعني وتخليه يعني مطمئن على صحته وعلى قلبه وعلى حتى تلغي السكر اللي بضغط يروح الضغط. فأنا يعني حقيقة هي أنتوا بادرتوا وأنا كنت مخلي في بالي أن أشتري دراجة، هي مو على مود قيمتها المادية بس مرات واحد وني. هسه أنتم جيتوني صارت حالة تشجيعية لي أني راح إن شاء الله أسوي لي برنامج و بس ابني قال لي ابني عبد الله خادمكم عندي ابني بالكليه قال لي بابا من يطوك الدراجه راح يجوك اريتها فما ادري يجوز يوم لو يوم لي ما ادري تودونا احنا راح نهدي لك لك دراجه ولابنك عبد الله دراجه. لا مو خاف يعني خاف يعني خاف هذا يقول لك الطمع مو زين. لا ها وعندي الاستاذ السيد العقيد جاري ابو منتصر هذا شوي بابا عمر انت وعبد الله والسيد العقيد تعال عمو تعال 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 عمو هذا 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 جاري هذا وليده خلي 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 يجي هذا من الساعة قال لي عمو قال لي من يصوروك أرد أصور وياك فعمو هذا هاي هي قناة الشرقية وانت راح تطلع يا عمك حسين النعمة لو هم تريد البايسكل مني راح سمعت انت شو اسمك حبيبي عمو محمد حمودي انت هم تريدك بايسكل ايه زين شو سوي بيت البايسكل ألعب فيه طيب المدرسة تروح بيه للمدرسة لا لا يروح وانا اقول لك شلون يروح لان مدرستهم قريب على البيت فربما يروح المدرسه وشوف يخاف من يعني حتى لا يتعرض الى حادث. بس هو ايضا مساء حضرتك قلت لي يمكن اكو بايسكلات الصغار على على تتلائم ويا عمره ان شاء الله. سحبوك يا رب ضليت ما بي ثمرة سحبوك يا رب ضليت ما بي ثمرة شفنا لقائنا ويا الفنان قدير حسين نعمة. طبعا نشكر مراسلنا حقي اللي سوى لنا هذا اللقاء الجميل ونشكر طبعا الفنان حسين نعمة اللي انضم واللي بادر بالانضمام ويانا في حملة دوس لها. نتمنى له طبعا صحة وحظ موفق جدا ويا البايسكل. بس نسينا شغله شنو انه لازم نشكر المونتاج حيدر فؤاد حتى لا يزعل علينا طبعا سوى كليب للفنان كلش حلو على البايسكل طلع الاغنيه مثل ما كان شاهد الان المشاهد اللي هي للفنان حسين نعمه. طبعا ان شاء الله الصحه والعافيه له ودائما يكون يستخدم البايسكل. الان راح انتقل على الفيسبوك وصلتنا بعض من الصور من متابعينا. هذه صورة وصلتنا من أحد متابعينا المتابعين حملة دوسلها. هو راسم كاريكاتير كلش حلو البايسكل وكاتب دوسلها وغير حياتك. نشكرك على هاي الرسمة الجميلة يعطيك العافية كلش حلوة. عندنا صور وصلتنا من علي التميمي ومحمد مازن التميمي. هي وصلت لنا تقريبا قبل 10 دقائق او ربع ساعه، فلذلك احنا نريد ننبه جميع مشاهدينا انه حاولوا انكم تدزون الصور
على الاقل فد ساعه قبل البرنامج حتى نقدر انه احنا نعرضها على الشاشه وتاخذون حقكم من الصور اللي ارسلتوها وتستمتعون ويستمتعون الناس همينا في انهم يشوفون صورهم الحلوه. نحاول نعرض صورهم كليتهم طبعا. اكيد وصلتنا ايضا صوره في من شباب هم عراقيين ومن عندهم اثنين مصريين هم عايشين بمصر، يعني قاعد لاحظ ان الحمله وصل صداها حتى للشباب اللي مو موجودين فقط في العراق، حتى الخارج العراق اللي ما كانوا يهتمون بالبايسكل يعني بشكل كبير ظلوا يستخدمون البايسكل بحياتهم اليوميه. هذه الصوره للشباب اثنين هم عراقيين وبعضهم مصريين في مصر. نشكر اعتقد الولد اسمه عمار، نشكره على الصوره الجميله وشكرا على مشاركته. هذه الصوره ايضا من احد الشباب اللي موجودين في العراق وراسلنا. حلو هذا مالت التاير مال بايسكل خله فسفوره صفراء. هذه ايضا صوره لمجموعه شباب موجودين في احد الدول الاوروبيه مسوين رحله جميله جدا. اذا قامت الشرقيه بتوزيع مجموعه من الدراجات على الناس في جميع المحافظات. هسه راح نشوف احمد من راح نروح؟ راح نزور وين هسه؟ كيفك؟ وين تريد نزور؟ راح نروح على الديوانيه احنا هسه. عندنا بالديوانيه شاب اعتقد. ايه. عندنا شاب مراسلتنا راحت للديوانيه حتى تلتقي بعض من العمال اللي هم موجودين في الديوانيه باحد المجمعات ووزعت على هذول العمال بايسكلات حتى يخففون من مصاريفهم وايضا يخففون من وزنهم لان بعضهم طلع وزن زائد. فخلي نروح للديوانيه ونشوف كيف احد او بعض مجموعه من العمال استخدموا البايسكلات وانضموا الى حملتنا. مرحبا اعزائنا المشاهدين ومتابعي قناه الشرقيه وتحديدا برنامج دوسلها. اليوم حمله دوسلها من محافظه الديوانيه ومثل ما شفتوا حلقاتنا السابقه في اماكن مختلفه. اليوم حلقتنا في مجمع الاثاث للرشيد، مجمع الرشيد في الديوانيه. اليوم طبعا نوجه الشكر الى المدير المجمع لان سمح لنا انه ناخذ عدد من العمال ونقدم لهم الدراجات وراح تشوفون ونتعرف عليهم اكثر وراح نبدي نشوف منو اللي راح يشترك ويانا بهاي الحمله دوسلها. مرحبا شباب. اريد بس اللي تعالوا تفضلوا اللي شاركين ويانا بالبرنامج مال دوسلها. ابدا بالاكبر. مرحبا. اهلا وسهلا بك. اسم بالخير؟ علاء عبد الزهران. علاء، علاء بالبدايه قل لي شنو فكرتنا، فكره برنامج دوسلها، شنو رايك بهاي الفكره؟ خوش فكره، هاي ناجحه للشباب. نعم. على مود اولا السمين يخفف الوزن، اثنين يقلل من يعني انت اقتنعتي بهاي الفكره مالتك؟ لا الحمد لله والشكر طبعا. على الرشاقه واللياقه. اي طبعا، والمصاريف التاكسيات يعني من مكان الى مكان. نعم. والازدحامات كذلك. نعم. خلينا نتعرف على الاخ الاخر، مرحبا. أحمد. اسم بالخير؟ احمد شلاب. احمد شو رايك ببرنامج دوسلها؟ والله حلو، احنا كيفنا بيكم اجيت. زين اريدك تحكي لي عن الفكره، يعني انت حلوه. ايه تفيدنا احنا اول شيء الصبح ازدحامات. نعم. ايوه التزامات عندنا الصبح لازم نجمع. انت باي مكان بالديوانية؟ انا بحي العسكري. بحي العسكري يعني تقعد اكثر من ساعه؟ لا نص ساعه تقريبا. نص ساعه. ايش تنصح الشاب العراقي عندما يكون وزنه زايد؟ يعني نوجه له نصيحه يعني انه يركب البايسكل او يسوي رشاقه؟ والله يركب البايسكل ويمشي قد ما يمشي وانه يخفف من وزنه. نعم. ويصير جسمه شويه حلو ورشيق. نعم. ويخفف شويه من وزنه. نعم. أي. حلو، زين انت وزنك ايش قد؟ والله يعني قليل وزني. باين عليك مو مثل الجماعه ما شاء الله يعني. خلينا نتعرف على الحلو هذا، مرحبا.